أمر الدفاع رقم 7 يخص التعليم، يخص أبنائنا، بالذات أكبادنا. في مرحلة التعليم الأساسي الحمد لله قطعنا شوطا كبيرا بالتعليم والتعلم عن بعد. في التعليم العالي وقبل الكورونا تقريبا في الدول المتقدمة 80% من التعليم والتعلم متمازج، يعني بيخلط بين التعلم بالصف والتعلم عن بعد. في الأردن هذه النسبة لم تتجاوز 25% أيضا قبل الكورونا. هذه فرصة بالنسبة لنا لأن نرتقي بالتعلم عن بعد إلى مصاف الدول الكبرى في هذا المجال، ونؤكد هنا أن هذا أمر الدفاع رقم 7 لن يؤثر إطلاقا على استقلالية الجامعات أو مجالسها. اعتماد التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني باعتباره تعليما منتظما يخدم غايات حساب المدة المتبقية منذ تعليق دوام المؤسسات التعليمية في مستوى التعليم العام لهذا الفصل إلى نهايته، وأيضا هذا الأمر يوفر أرضية ومرونة كافية بإدخال أشكال جديدة من الاختبارات المدرسية التي حددت باعتبار أن الاختبارات الإلكترونية هي شكلا مقبولا من أشكال تقييم الطلبة. نود من خلال أمر الدفاع هذا أن نطمئن طلبتنا بأن كافة النشاطات التي يقوموا فيها في مجال التعليم الإلكتروني سيتم احتسابا كاملا من ضمن الساعات المعتمدة المقررة من قبل الجامعات للمواد الدراسية التي يدرسونها، وبالتالي فإن هذا الشكل من أشكال التعليم هو استمرارية للمحاضرات العادية التي كانت تجري في الجامعات قبل توقف الدراسة فيها.